قول لنا ايه موضوع الفانتزي اللي انت محضره لنا. والله دي نعرضها، انا اعمل لك حاجه ده فانتزي ريمونتادا. فانتزي ريمونتادا عاملين حاجه اسمها فانتزي ريمونتادا، هنلعبها كلنا، ميدو وعويس وطارق ونشرحها للساده المشاهدين. القصه نعرضها بس الناس هي زي الفانتزي، اللي بيلعب فانتزي عارف كويس الفانتزي 100%. لكن طبعا نشرحها. لكن فيها اي لاعب هتختاره انت هتختار قبل بدايه الدوري ب 24 24 ساعه زي فكره الفانتزي صح، عشان هتختار تشكيل 11 بلس 7 بالظبط، واللعيب اللي هيشارك في الماتش بلس 5 مش 7 صح؟ هما بالظبط 11 وعندك 6 حارس واحتياطي. هي شبه الفانتزي بس طبعا انت بتعمل وايلد كارد كل اسبوع. تبعت التشكيل 24 ساعه قبلها على على وممكن الساده المشاهدين يشاركوا معانا. طبعا يشاركوا، يخشوا على فانتزي الريمونتادا طبعا، هاشتاج فانتزي الريمونتادا، خش وحط التشكيل بتاعك. المشاركه في المباراه نقطه، الكلين شيت او نظافه الشباك حارس المرمى بلس المدافع 5 نقط. دي الرولز بتاعت فانتزي الريمونتادا اللي عمله لنا هشام رشاد. اي مدافع او حارس مرمى يجيب جون هتبقى 6 نقاط، زي اي هدف للاعب خط وسط 5 نقاط، شبه الفانتزي العاديه بس هي وايلد كارد. المهاجم لما يجيب جون 4 نقاط، واي لعيب بيعمل اسيست 4 نقاط، ولو الجول كيبر زي اندرسون كده مثلا. عارف مين اللي هيكسبها دي؟ مين؟ هاني سليمان. مين هو هاني سليمان؟ بيشارك بشكل كبير جدا في جون اللي هي الكره الهاف فولي دي، وكذا مره كابتن احمد سامي بيعتمد عليه. ده واحد من الناس اللي هتعمل اسيستات. يعني انت بتنصح الناس ان هم في الاسيستات مفيش نقطه على تضييع الوقت؟ لا والله مش بهزر، تخسر نقط تخسر. المفروض تعمل اللي يضيع وقت يخسر. هي بص، هي انا لو بنتكلم في دوري احنا عارفين، هي بصوا هدف عكسي خصم 3 نقط، البطاقه الصفراء طبعا نقطتين والحمراء وكل حاجه. الفكره كلها ميدو ان طبعا الجدول، عشان الناس لما تيجي تلعبها في الفانتزي العاديه انت بتاخد فلوس تجيب بيهم التيم وبتعمل تغيير كل اسبوع. انا بعمل لك وايلد كارد كل اسبوع، من حقك تغير الفريق بالكامل كل اسبوع. وايلد كارد وايلد كارد عشان انت هنا ممكن تلاقي دوري وايلد وايلد كارد. اللي عارف ليه؟ لان انت مثلا ممكن الاهلي ممكن تلاقي مثلا تاجل له ماتش عشان افريقيا. طب انت اللعبه هتبوظ، فانا بعمل لك وايلد كارد ان انت تغير. بس اهم حاجه مش زي الفانتزي عندك 2 لعيبه فقط مشترك، والهدف منها ان احنا نبص على لعيبه الدوري المصري. لان انا لو باخد 3 اخد 3 من الاهلي، 3 من الزمالك، 3 من بيراميدز، فيوتشر خلاص الفرقه اتفولت. لكن لما مثلا انا خدت الشناوي معلول وخدت زيزو والجزيري، هضطر ابص على فيوتشر، هضطر ابص على بيراميدز، هضطر ابص مثلا على محمود وحيد باك ليفت سموحه، على فيرود احمد امين اوف او مابولولو. صحيح صحيح. ان شاء الله هتلعب الجندة ولا لا؟ طبعا هيحط دونجا. طبعا دونجا مرعي دونجا كابتن الفرقه. مرعي باك رايت قال لك هلعب، صحاني من النوم والله كنت نايم حياه ربنا، سمعت مرعي باك رايت دلوقتي صح والله. ليه؟ لا 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 هي 24 ساعة. بص يا ميدو، عشان الناس السادة المشاهدين 24 ساعة قبلها. ايوه هعرف بداية الاسبوع ازاي انا؟ انا عشان كده عاملها كده. جدول انت الجدول، انت مثلا لو الماتش هيبتدي يوم الاثنين جاي جدول الدوري عادي هنبعتها يوم الاحد. بس الساده المشاهدين هتبعت ايه؟ تبعت تشكيلها وتبعت التاريخ عشان نعرف كتبوا بتاع قبلها صح ولا بعد. كتبت التاريخ فين؟ جنب الرساله. ان انا مثلا انت دلوقتي امال ايه؟ انا واحد بعد الماتش يقول لك انا بعت التشكيل يجيب لي 800 يعني نقطه. التاريخ جنب التويته مثلا، جنب التويته. فهي كده التشكيل عليها تاريخ. عايزين نعمل بلاتفورم طيب لل 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 هي مشاركة، هي مشاركة. لا انا عاجبني الفكرة، هي فكرة بس ممكن نطورها. بس هيبقى صراع بينا، هيبقى صراع بينا، هنشوف الترتيب اللي هيحصل. بس انت ابعت قبلها ب 24 ساعة عشان انا متأكد ان الليج ده انا اللي هكسبه. انا بقول لك مستحيل عشان انت مش هتتفرج على ماتش البلدية مثلا والاتحاد. انت كده انا بقول انت كده بتقلل من اسهمي كاعلامي. يعني انا يعني انت طالع معايا تقلل من اسهمي كاعلامي، انا راجل ما اتفرجش على الماتشات كلها. لا يعني لا هي هتبقى حلوه ولذيذه، والفكره كلها ان هي بتخلي الناس بشكل غير مباشر ان انت تتابع انديه الدوري الممتاز واهم لعبتك.